رح نحتاج لسبانخ، عنب اخضر واحمر، جبنة حلوم، بصل احمر، برغل ناعم، جوز، زيت زيتون، ليمون، عسل وخل بلسمك. طيب انا السبانخ عندي مقطعته هيك يعني فرمة خشنة، خلينا نقول اوكي بنقدر نستخدم بيبي سبانخ برضو. رح احط عليه البصل الاحمر مقطع صغير صغير، ورح احط عليه البرغل، برغل منقوع بمي كان عشان يفتح عندي، بس البرغل الناعم. برغل ناعم يس. احكي لي كنت بدك تقولي شيء. كنت احكي لك انه ابلش اخلط بالصلصه. لا خلص رح اخلطها هون كل شيء. اوكي اليوم بدنا يعني نخلط السلطه. خلط يعني عاده الشيف لين معودتنا انه هي بتخلط الدريسنج تبع السلطه على جنب وبنحطه جنب السلطه، وكل واحد بحط قد ما بده، لانه يعني في ناس ما بتحب تكون كثير جوسي السلطه، بس اليوم غير اليوم غير عشان عن عادتها. بدي كل النكهات تدخل ببعض. هي حطيت الليمون وحطيت الخل البلسمك. حلو. هلا عم بحرك بايدي عشان بدي كل شيء يتخلط. انا اشوف ايوه حسيت انا في برغل هنا. لسه بدي اقول لك هون كمان. ايوه اوكي تمام. حلو انك دخلتي العنب. العنب يعتبر من الفواكه اللي اي ثينك محبوب من كثير من الاشخاص، يعني العنب غير عن فوائده الصحيه يعتبر انه فيه سعرات حراريه اعلى شوي من باقي الفواكه، بس هذا مش معناته انه احنا لازم نقيمه من نظامنا الغذائي او ما نقدر انه احنا نستهلك منه. الكوب الواحد من العنب بيحتوي على 100 سعره حراريه، احنا بنحكي حصه الفواكه دائما بتكون بتحتوي على 60 سعره حراريه تقريبا، فلما بنيجي بنحكي عن العنب يعتبر انه اعلى شوي من باقي انواع الفواكه، بس نقدر انه ندخله لحتى ناخذ كل الفوائد الغذائيه منه، وخصوصا النسبه العاليه من الالياف اللي موجوده فيه، سواء كان الاخضر او الاحمر التنين في لهم بيفرقوا نفس الفوائد الحرارية. لا السعرات الحراريه ما بتفرق، بس اللي بيفرق انه العنب الاحمر بيعطينا شويه فوائد اكثر، وخصوصا للاشخاص اللي بتعاني من فقر الدم، لانه اللون الاحمر راح يساعد بالحفاظ على شكل الدي ان اي للخلايا. اوه حلوه وشو عميقه المعلومه. شايفه. طيب احنا هون عندنا السلطه جاهزه هون، بس هاي الخليط. هلا بدي احط العنب، بس انا عشان حابه اعمل شكل بالعنب بدي اعمل العنب اخضر احمر اخضر احمر. نقدر نستخدم اي نوع اخضر واي نوع احمر او اسود، ما في اي مشكله. هلا انا بدي احكي شغله على العنب، مرات كثير من الامهات بخافوا من العنب للصغار، فهلا هاي اذا بدنا نقدم السلطه للاطفال تعتبر كمان كثير غنيه بالفوائد الغذائيه، زادت الشيف بالبرغل غير عن الخضره اللي احنا متعودين انه بس تكون بتحتوي على خضار، لا دخلنا مصدر من النشويات، مش من النشويات زي الرز والخبز، لا حاولنا ندخل البرغل كنوع من انواع التغيير ولحتى ناخذ كل الفوائد الغذائيه اللي احنا بنحتاجها. للعنب اذا بدنا نضيفه على السلطه بهذا الشكل ممكن انه احنا نقسمه من النص ونقيم البذره اللي موجوده جواته اذا بدنا نعطيه للاطفال عشان ما ياخذوا البذره اللي فيه. هلا في انواع كمان زي انا اللي جايبتهم ما فيها بذر بالضبط، فهي ما بتخوف. إذا النوع فيه بذر ما في مشكلة منشيل البذر. هيك خلصت عنا السلطة. هلأ بس ضل بدي اشيل الجلوفز صراحه. طيب بما انه مش ضايل كثير وقت للحلقه بدي ارجع اذكركم لكل الاشخاص اللي لسه ما شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، بما انه 10/10 بيصادف يوم الصحه النفسيه العالمي، احكوا لنا اذا انتم من الاشخاص اللي بتفش شغلكم بالاكل لما بتكونوا متضايقين او ما بتاكلوا وبتنسد شهيتكم عن الاكل، شاركوا معنا كثفوا من مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح، وزي ما قلت لكم مش ضايل كثير وقت، فاللي لسه ما شارك واللي شارك يزيد من مشاركته لحتى يزيد من فرصة الربح تبعته. طيب احنا عنا هون اخر اشي عم ببرش جبنة حلوم. اوكي نقدر نستخدم جبنة بيضة بدالها، نقدر نستخدم اي نوع جبنة حتى لو عكاوي ممكن. عم ببرشها بس عشان تعطيني شكل حلو، واخر اخر منظر رح يكون هو شوية جوز على الوجه، وهيك بتكون خلصت سلطتنا لليوم. يعني انت ضفتي مكسرات وضفتي خضار وضفتي فواكه وضفتي بروتين وضفتي نشويات، يعني اليوم اكثر من وصفه، بس كل الوصفات سواء اخذتوها مع بعض او اخذتوا كل وحده لحالها عم تاخذوا كل الفوائد الغذائيه وكل العناصر الغذائيه، يعني رائعه متالقه كالعاده. متالقه انا يعني بهمني رايك الغذائي صراحه دائما، لانه مثلا هي الرز بالفول انا ما كنت مفكره انه هو وجبه بكفي لحاله، فهذا شيء كثير مهم. طيب نرجع نحط شويه جبنه هيك بس دلع شوي. طب وايش صار بالفخارات؟ انا ما بدي اياك تنسيها. لا مش نسيتهم اكيد. بس شويه جبنه